نجاح منظومة التأمين الصحي في مصر، ايه نجاح منظومة التأمين الصحي في مصر يا عم يوسف؟ احنا مش هنبتدي منين الحكاية، لان الحكاية بمنتهى البساطة متعلقة بحضرتك انت. انت ليك حق طبيعي في انك انت تتعالج، صح؟ كنت يا ترى بتاخد الحق ده؟ كنت بتقف طوابير مش كده؟ هل لسه في طوابير؟ لا بلاش. هل كنت بتاخد حقك في انك تتعالج؟ يعني مش انا مواطن من حق يا جماعه اروح واتعالج وحاجات زي كده؟ معقوله يا جماعه نقعد عشرات السنين مش عارفين نوفر تامين صحي شامل حقيقي للمصريين؟ لا مش معقوله. طب معقول ده يحصل لما يبقى في اراده حقيقيه لتوفير تامين صحي شامل للمصريين؟ تخيل. شفت ازاي؟ الله، يعني يا راجل يبقى في عندك 5 محافظات النهارده الحمد لله والشكر لله فيها تأمين صحي شامل. بدأنا ببورسعيد لو تتذكروا. أنا مش عارف هل كلنا اشتغلنا على إن احنا نقعد ندور ونشوف يا ترى المستشفيات بتاعة التأمين الصحي الشامل دي شكلها عامل ازاي؟ مش بقول لك روح زورها، بس بالمناسبة يعني هناك عشرات بل تكاد تكون مئات الفيديوهات، آلاف الصور للمستشفيات بتاعت التأمين الصحي، بل إن هناك مئات الحواديت، لا مئات آلاف الحواديت لعمليات وعلاجات نجحت. هيطلع بالمناسبة النهاردة ولا بكرة ولا يمكن امبارح، خدتش بالي، يجي يقول لك بقى الإخوان هيطلعوا لك بقى بقصة إيه؟ هو أنتم مصدقين قصة التأمين الصحي الشامل؟ أنت عارف ده بيدفع كام يا معلم؟ ده انت بتخش المستشفى من دول، هتشوف مستشفى شكلها حلو وجميله وشيك وعامله زي مستشفيات بلاد بره، ده بيطلعوا لنا صوره زي مستشفى بلاد بره. حلو. بس ده انت بتخش بينتفوا ريشك فلوس. اللي عاوز يعمل عمليه ده بيدفع قد كده، اوعى تصدق انه ببلاش. ده بالميت تدفع لك 50,000 بالميت كده. اللي بيقول لك اصل ده انا عارف، ده انا ابن اختي عمل عمليه اللوز دفعوه 4,000 جنيه. كذاب. اتحدى ان في حد مهما بلغت دقه العمليه وغلاء العلاج والاجراء الجراحي والمستشفى دفع أكتر من 300 جنيه مصري فقط لا غير في إجراء علاجي قد يتكلف 600 و700 ألف جنيه. إحنا النهاردة بنتكلم على مثل صغنطوط بسيط، زراعة قوقعة أذن. بالمناسبة في عمليات شديدة الدقة حصلت في المخ، خد بالك، لكن المثل والنجاح بتاع النهاردة زراعة قوقعة أذن في مستشفى التأمين الصحي في المنيا، اللي كان زمان لو قلت انا رايح مستشفى التأمين الصحي تتخض، النهارده تبقى آمن. خد بالك من الصورة، آمن مطمن، انا داخل مستشفى التأمين الصحي. دكتور علي محروس استاذ جراحة الأذن وتركيب القوقعة بجامعة لندن وجامعة الأزهر، الطبيب الرائع العظيم اللي نفخر بيه الذي اجرى هذه العملية معانا على التليفون. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا استاذ يوسف. مساء النور يا دكتور علي. حضرتك والساده المشاهدين، زي ما بيقولوا كده، مساء النور يا دكتور علي اللي مشرفنا. الله يخليك. والله متشكر على ذوقك. متشكر. لا والله اصل دي حقيقه، انا الحقيقه اقدر جدا العلماء والنابهين، ببقى مبسوط فرحان فخور كده. العفو يا فندم. الحقيقه انا سعيد جدا بالمقدمه اللي حضرتك قلتها، وهو فعلا المريض ما بيدفعش مليم واحد، بقى مش 300 جنيه، لا هو مليم واحد الحقيقه. ولا في عمليه زراعه القوقعه النهارده، الجهاز اللي انا زرعته. أيوة. يوم الخميس اللي عدى في البلاك ماركت يا استاذ يوسف سعره لا يقل عن 350,000 جنيه. هذا الجهاز فري اوف تشارج للمريض عشان تبقى حضرتك عارف، والجهاز بيبقى موجود مجاني. في فندم. الو، ده مجاني؟ مجاني يا فندم. ده حضرتك كل طفل مولود بضعف سمع حسي عصبي شديد بيتم له هذه العملية زراعة القوقعة بدون تكلفة نهائي على المريض أو أهل المريض، والمستشفى بتتكفل بكل شيء من فحوصات وأشعة وجراحة وتأهيل سمعي وتخاطبي لمدة 2 سنين بعد الجراحة، كله ده ببلاش يا فندم. يمكن دي معلومة الحقيقة غايبة عن كتير جدا من الناس اللي بيشاهدونا النهاردة،
لكن دي الحقيقة اللي كل الناس شايفاها والمرضى نفسهم معترفين بيها. يعني ببلاش يعني العملية اللي حصلت دي ولا الهوى خالص يا فندم. بقول لحضرتك مش العملية بس، ده ما قبل العملية، يعني كل التحاليل والفحوصات واختبارات السمع واختبارات الذكاء بالإضافة للجراحة مع تأهيل سمعي وتخاطبي لمدة سنتين بعد الجراحة ببلاش. ده أنا كنت لسه أقول لحضرتك، طب من باب الغلاسة بقى أسأل، طب وماذا عن بعد العملية لمدة سنتين برضو ببلاش؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن الطفلة اللي زرعتها يوم الخميس اللي عدى دي طفلة مولودة بضعف سمع حسي عصبي شديد جدا. يا حبيبي والأطفال دول قبل كده حضرتك كانوا بيبقى مصيرهم اللي هو مدارس الصم والبكم. أيوه النهاردة أيوه الطفلة دي بتبقى تخش المدرسة العادية زي أي طفل عادي خالص، بتسمع وبتتكلم. وده الحقيقة مش الجراحة بس، التأهيل ما بعد الجراحة، وده تأهيل سمعي الأول وبعدين تأهيل تخاطبي حضرتك لمدة سنتين على الأقل، وده التأمين الصحي المصري متكفل به. يعني لمدة سنتين، وده غالبا وقت كفاية جدا إن الطفل يسمع ويتكلم الحقيقة. هل ده كان زمان متاح يا دكتور؟ هل ده زمان كان متاح ولا دي أمور طرأت علينا جديد خلال الكام سنة الأخار؟ لا يا فندم، هو ما كانش متاح خالص. هو الحقيقة اللي كان متاح زمان كان من حوالي مثلا 10-15 سنة، كان الطفل أو أهل المريض بيدفعوا 45 ألف جنيه وكانت الحكومة بتتكفل ب 45 تانية. النهاردة الجهاز بالتأهيل بتاعه بزيرو ماني، يعني ببلاش خالص حضرتك ولا مليم. فطبعا ناس كتيره جدا فقراء ما كانوش يقدروا يدفعوا ال 45000 جنيه طبعا، وبالتالي ابنهم او بنتهم هيبقى مصيرهم الصم والبكم اللي احنا طبعا يعني عانينا منه كثيرا يعني. أيوة. انما النهارده ما فيش طفل بيتولد في مصر الا الحقيقه بيتعمل له مسح سمعي اول ما بيتولد، ولو تم اكتشافه ان هو عنده ضعف سمع بيخش على طول في الباث او الطريق القوقعه وبيتم زراعه القوقعه النهارده عند سن السنه. يعني انا زرعت يوم الخميس طفلتين، واحده سنه سنتين ونص والثانيه 4 سنوات. ف يعني عند سن السنه ممكن يتم زراعه القوقعه ببلاش يا فندم، ودي حاجه مهمه جدا طبعا. وعايز اقول لحضرتك ان احنا التكنولوجي وصل الى ان احنا اثناء الجراحه بعد ما زرعنا الجهاز قدرنا نسجل الكهرباء اللي واصله للعصب السمعي ومركز المخ، وتاكدنا ان الطفله بتسمع وهي نايمه لسه واخده البنج. فده برضو تكنولوجي بيساعد الله جدا، وبنعرف بيه ان الطفل ده هيستفيد ولا طبعا. لا. تسلم يا دكتور ويسلم عقلك العفو. وعلمك العفو وايدك العفو وروحك الحقيقه. تسلم شكرا. تسلم يا دكتور. انا الحقيقه عايز انتهز بس الفرصه دي ان انا اقدم شكري الخالص لسياده رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي الحقيقه على دعمه اللامتناهي ل يعني انهاء ظاهره قوائم الانتظار، والشكر ممتد وموصول للدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئه العامه للتامين الصحي، والدكتوره مها شعلان مديره التاهيل النفسي والتخاطبي، والدكتور احمد سعد مدير التامين الصحي في المنيا، والدكتور احمد عمر وكل الفريق الجراحي ودكاتره السمعيات والتخاطب الحقيقه في مجهودهم العظيم ان احنا ناهل اطفالنا للمستقبل بتاعهم. لان حضرتك زي ما انت عارف يا استاذ يوسف ان انا ما بسمعش معناه ان انا اقتصاديا شخص غير منتج، معناه ان انا عالة على الدولة بتاعتي. وبالتالي احنا الحقيقة بنصلح من الاساس، من الروت، من الجذور يعني. صح، بنغير مسار حياته تماما يعني. والله يا دكتور يعني اذا سمحت لي هي بوسة على جبينكم جميعا والله العظيم. حقيقي حقيقي الف شكر ليك يا دكتور علي، انا اتنورت وتشرفت بمكالمتك وبحديثك النهاردة. الف شكر الف شكر، ربنا يكتر من امثالك. كل الشكر دكتور علي محروس استاذ جراحة الاذن وتركيب القوقعة بجامعة لندن والازهر، الطبيب الجراح الذي اجرى هذه العملية.